اوكي هنا في الشوكي هذا ثروني دراجون من جسمه. اوه اسمه هذاك الله 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 لا 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 السلام عليكم، حياكم الله في مقطع ثاني. انا سنسي معاكم ورجعنا لكم في بيكس ارك. اليوم ان شاء الله راح نكمل مؤامراتنا، والحمد لله يعني اكتشفت حاجة مهمة صراحة. قاعد من كم من المقطع الاول واحنا ندور عليها، اللي هي السدل تبع البترا. طبعا لو بتشوف لما نجي على الانجرامات احنا كنا ندور في البريمتيف سكيل، فالسدلات اللي هنا محدودة وبدائية، لكن اذا تبغى السدل حق الطير هذا البترا تروح على الخانة هذه وبتحصل السدل تبع البترا موجود. هذا هو هنا اللي في 20، تفتحه من هنا. الموارد سنت كرفته كانت سهلة. وينه؟ اوكي، كلها مجرد لبر وخشب. اتوقع اني كرفت واحد او لا. اوكي ما كرفت واحد، يلا نكرفت واحد، ليش لا؟ يا سلام، هذا كرفتنا السدل، ودحين ان شاء الله راح نقدر نطير في الطائر حقنا الجميل هذا. اوكي وين السدل نحطه هنا؟ اوكي اتوقع راح يكون وزنه ثقيل، يعني انا وصل انا لاعب عندي محمل. اوكي والله اقدر اشيله انه كويس. بريس تو اتاك ال تي تو يوز سكيل دينو. اوكي طيب ما يمدي نحط ثيرد بيرسون. يا سلام عليك كذا كويس. طيب راح نبدا نبحث على منطقه اللي هي الجولد ريلم، وفي نفس الوقت نستكشف الماب، نشوف ايش من الاشياء الجميلة اللي موجودة. هذه المنطقة الماجيك، منطقة سحرية. طبعا كل منطقة راح يكون لها موسيقى خاصة فيها. اوكي في اشجار غريبة هناك، والله اول مرة اشوف هذه الاشجار صراحة. او انه العالم قلتش، لا والله مو مقلتش، والله ما ادري ايش هذه صراحة. ايش هذا كله يا رجل؟ اكيد ادوات سحرية، ماتيريال سحرية. نستكشفها. اميرالد. اوكي اطلع. والله 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 اوف 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 اوف، قضمة واحدة بس شوف كيف صار لي. لا اله الا الله، الله ما عندهم ذول ما ينزحون. طيب اوكي ممنوع ننزل، ممنوع ننزل. اوه هذه المنطقة اللي ابغاها، هذه المنطقة اللي ابغاها، الجولدن ريلم على ما اظن. دارك فورست. اوكي ماي. ايش هذا؟ طيب مشكلة استامنة ضعيفة حق الطير هذا، والمنطقة صعبة جدا. انا اذكر ان في نبات يهاجم عليه، ما ادري وهذا النبته ولا لا، لكن ابغى احاول استرجع الاستامنا من غير ما اموت. لا اله الا الله. طيب والله مسكين، خلي اعطيه هيلث. يستاهل الطير حقنا. طيب نكمل. الدنيا كلها بحر يا رجل، شكلي اخش واحدة من البوابات هذه، مو احسن؟ انا اشوف المنطقة ذي كلها ماجيك، اور ميبي لا، خلينا نشوف هذه المنطقة. هذه منطقة سحرية برضه. يلا ما عليه نكمل. دارك فورست، ما ابغى هالدارك فورست، ابغى منطقة الجولدن ريلم، لأنه صراحة لازم نبدأ نبني بيت، لازم نبدأ نبني الورك بنش، ونكرفت أشياء رهيبة. انترينج. طيب أنزل لو سمحت، عب الاستامنا يا خلاص، طير أبو كلبة مشكلة. أوه لا إله إلا الله، إيش هذا؟
الواحد ما يقدر يعني ينزل يلعب بستامنا، والله العظيم ما يقدر. مشكلة والله. 100% هذا كيف؟ نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله. أوف أوف أوف. دراغون. حط رجلك. كذي جزيرة صغيرة. أحا على قوة. جزيرة صغيرة صغريبة. نورمال ايلاند. يب يب ايلاند صغيرة. شكلي أخش واحدة من البوابات هذه أحسن لي. كأني سمعت حاجة. أوكي. أوكي المنطقة الثلجية قدامنا ما نبغاها أبداً. ما أدري هذه راح تكون صحراء ولا لا، لكن يلا نخش. اي خش البوابة لو سمحت. ايوه اوكي. طلعني. او انه ما دخلني اصلا. اوكي شكرا. شكرا. ادري ايش حصل هناك لكن كفو كفو كفو. اي شكل مكمل نغامر او نستكشف في البحر هذا. يلا طيب بحاول استكشف لين ما حصل حاجه كويسه وارجع لكم. طيب وصلنا الجنجل هذه او السوام مستنقعات، ومكان هنا غريب جدا صراحه. واضح انه مكان ما هو كويس ابدا انك تبني بيت. هذه دناجن كثيرة هنا. تعبني الطير يا اخي، كل شوية لازم انزل واريح اخذ اسعب الاستامنة. والان ما لقيت المكان اللي ابغاه. كل شجرة الدنيا هنا. اخيرا لقيت المكان اللي ابغاه اللي هو الجولدن ريلم. والله مشيت مسافة تشوفون من النص لتحت يصار فوق، يعني مشوار صح. هذه هي الزون اللي انا ابغاها. اوكي جانا كارنو. هذا الزون اللي انا ابغاه بس خلينا الحين بس للاسف الشديد صغير. اوكي ما توقعت هذا الشيء. لا كويس بس كويس ما دام انه لقيته يعني في امل انه احصل منطقه اكبر. اليوم كله وانا ادور عليه. الماجيك مليان لكن جولد ريلم للاسف الشديد صغير. طبعا اللي يميز جولد ريلم بالنسبه لي يعجبني الحيوانات اللي فيه يعني متوسط الصعوبه فيها متوسطه. فوق كذا فيها الارجنتيفز. الارجنتيفز اللي هم الصقور افضل بكثير من الطيور هذه، يعني راح يساعدون. واتوقع برضو فيها البيجاسوس اللي هو حصان يطير. طبعا هنا في مخلوقات سحريه وخياليه. الاستامنا راحت وانا اسولف، فعشان كذا لازم ابني في الجولدن ريلم. طيب دورت في الماب كله للاسف ما حصلت الجولدن ريلم، فاضطريت اني اسوي ماب جديد نفس الشخصيه لكن ماب جديد. نقل لفلي و بس يعني نقل لفلي الباقي اشياء كلها راحت. الحيوانات اللي تيمت اضطريت تيم حيوان جديد والاغراض راحت، لكن ما علينا. اهم حاجة ان لقينا الجولدن ريلم هنا. ما شاء الله هنا الماب هذا مليان، وانا صراحة احب المكان هذا. اول شيء الموسيقى هنا يا اخي مرة رهيبة، يعني مرة هادية وتفتح النفس انك تخليك تلعب. فوق كذا الحيوانات اللي كلمتكم عنها برضو في الجريفن والانكيلو قبل شوية شفتهم، واتوقع ان في تيركس برضو. التيركس يكون متواجدين في المنطقة هذه فهي ممتازة. هذا الحين بس ابغى احدد مكان ابني فيه وتكون الامور تمام. شوف بس كذا منطقة مرة حلوة، يعني يكون في اشياء جميلة. هنا البرج الجبل هذا والله مو بشين صراحة، في موارد هنا مرة حلوة اقدر استفيد منها. او ممكن بحكم انه اغراضي لسه ابو كلبية. برضو هنا في كهف والله شيء. هنا صراحة حلو، هنا حلو، شكله أبني هنا أحسن. هذا هو الجريفن. خلينا نشوف الجريفن بس.
يب هذا جريفن. ماجيك كريتشر هنا ايرون هذا كله. اوه الله يكبر عليك يا شال طري. قتل طري ابيك تبي. لا 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 اوكي. منطقة حلوة منطقة حلوة. اوكي رسمي رسمي مرة ثانية رسمنت بالشقة هذا. الله ما هي مشكلة هي مشكلة. نرجع في الجولدن ريلم ونحاول نجهز اغراضنا. كورس سويل مدري ايش هذه صراحة اشياء اول مرة اشوفها. ابغى اطلع لو سمحت ابغى اطلع من هنا. طيب والله يعني ما سوينا شيء كثير لكن كله قاعدين نستكشف انه نستعرض العالم. ما اتوقع اني استعرضت لكم المنطقة الثلجية. منطقة ثلجية حلوة لكنها صعبة. وكذا هيلثك يلس انقص ليش؟ علشان عشان البرد. طيب فين منطقتنا اللي نبغاها؟ منطقتنا اللي نبغاها قدام هنا. في شيء امشي وراي بس ما ابغى اشوف ايش. اوكي انا هنا في امان خليني اشوف ايش. اوكي ما ادري ايش هذاك لكن اوكي بس خلاص. اوكي بحكم ان المنطقة صعبة زي ما شفتم قبل شوية معانا فبنيت جوة زي ما تقول هضبة او خلينا نقول كهف. بس علشان ابدا مشواري او منطقة اقدر اجهز فيها اغراضي الحين يبغاني ابني حاجات مهمة. ابغى ابليني سرير بحطه هنا وببريني ووك بنش. بس نحتاج موارد نحتاج الكلاي ونحتاج ليذر فنطلع بس. اوكي عشان كذا انا قاعد انا باني في كهف وجرال. لا تهاجمني. طيب اتوقع ان الفيري دراجون مسالم عشان كذا ما هاجمنا. طيب نحتاج الكلاي. الكلاي للان انا مش عارف من فين بالضبط. برضو نحتاج الليذر. الليذر بسيط اوكي نذبح بس كم حيوان ونقدر نجيبه. لكن الكلاي من فين صراحة للان مش عارف. اتوقع لازم نروح عند بحر حكم انه كلاي او ما ادري صراحة. خلني اشوف اذا نقدر نتيم هذا. طيب اتوقع ياكل توت. اتوقع انه ياكل توت ميجو بيري. هذا الميجو بيري حطه هنا. وين راح خوينا؟ والله لو اتيمه يفك علي ازمة كبيرة جدا. وين راح؟ وي ابو دراجون وينك؟ لا تخليني. تعال ابو تيمك تعال. والله داعس الرجال. اي تعال يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. اهرب اهرب. لا اوكي طيب اوكي جاتني فكرة انتقم فيها من الكارنو. فكرة صراحة يعني الكارنو هذا ذبحنا مرتين والكلام هذا ما يصير ابدا ما يصير. خلينا نجمع شوية موارد بس ونطبق الفكرة. الفكرة كالتالي تيم ابو ترايك هنا. يا اخي ايش بالنمر هذا؟ ابعد هناك
نتيم انت رايك هذا وروح نهجم عليه، لان اتوقع انه لازم تخدير صح؟ لا على طول اكل. يا سلام، الله اسميه ايش اسميه ايش اسميه، والله ما ادري ايش اسميه اصلا، بيموت. خليه بدون اسم، انا بيموت. طيب انكرفت السدل حقه هنا، ترايك 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 سدل، تعلمته قبل شويه فهذا هو. تع 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 انا اوريك يا ترايك يا كارنو، معلش ترايك اليوم بيفزع لنا هذا اذا راضي. يا الله مور يا رجل، اي لف يمين يسار. اللعبه هذه اللعبه هذه. اوكي عند الانفنتوري معلق، ما ادري ايش فيه. ايش فيك يا اخي؟ ابعد اترك شويه معلق معلق، ما ادري ايش فيه. تصلح ولا لا؟ طيب خلي يسوي بس ريست ريست وارجع. طيب كذا احنا جاهزين للدبابة حقنا الجديدة. وينه 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 الكارنو هذا؟ وينه وينه الكارنو هذا؟ وينه بس؟ اوكي لازم نقطع الجسر هذا. اوكي ننزل ان شاء الله ما يدمج. اوكي الله يعين، نسوي له خط، نسوي له خط. طيب نسوي له خط، ليش لا، يستاهل يستاهل. وقف اول حاجة، انت وقف هنا، نسوي له خط كذا. طيب سوينا الخط، يلا بسم الله. لا انا وينه وينه، اعطوني الكارنو هذا، اعطوني. اوكي هنا في الشوكي هذا، ثروني دراجون من جسمه. اوه اسمه هذاك، الله 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 لا 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 لا، هدي 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 هدي. لا تذبحني لا تذبحني، استقوا استقوا. لا لله الا اليه راجعون. والله مشكلة هذا، والله مشكلة. اوكي طيب، لا عاد جمعنا لا كلاي، ولا عاد بنينا كرسي، ولا عاد شيء. طيب راح انهي المقطع هذا هنا، ان شاء الله راح اكمل في المقاطع الجاية ونبدا نشتغل يعني ان شاء الله راح فيكم بروسس في الحل المقطع الجاي ان شاء الله. حاب اذكركم اذا انتم مشاهد جديد يا ليت ما تنسوا زر الاشتراك، واتمنى المقطع هذا عجبكم. كان معكم نايف سنسه، لكم ان شاء الله على خير في مقاطع ثانيه. السلام عليكم.